حياكم أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بكم. معكم الأستاذ حسين الغالبي، مؤسس قناة سفيرس أكاديمي. عندنا درس جديد الآن، الدرس 17 من كورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية. درس مهم جدا، هدفنا أن نحفظ جميع المعلومات من أول مرة مثل ما اعتدنا. لتحفظ من أول مرة، كرر بصوت عالي 5 مرات بصوت مرتفع مثل ما مكتوب هنا على اليسار. اكتب بالكراس والقلم، حضر كراس وقلم، ضروري ان تكتب لان تستفيد من الدروس بالطريقة المتبعة حصريا في قناة سفيرس اكاديمي، اللي تجعلك تحفظ جميع الكلمات وتطورك باللغة الانجليزية بشكل صحيح. لذا دائما استخدم الكراس والقلم. طبعا الاشخاص الجدد اللي يشاهدون هذه الحلقات، بينما المتابعين الكثيرين حول العالم يعرفون الطريقة هذه، طريقة مميزة جدا نتبعها في قناة سفيرس اكاديمي. قم بإجراء الاختبار اللي هو حوالي دقيقة ونص إلى دقيقتين في نهاية هذه الحلقة، حتى تضمن أن أنت فعلا استفدت بشكل صحيح من هذه الحلقة. طبعا عندنا الحلقات السابقة راح نمر عليها بشكل مراجعة سريعة. كل مصطلح من هذه المصطلحات شرحناه بالتفصيل وخذنا عليه أمثلة من بداية الكورس هذا إلى هذه الحلقة 17، حتى نصل إلى 200، درس 200 في هذا الكورس إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة راح أشرح لكم المكان اللي تلقون به الكورس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة في رابط ومكان واحد، أوكي؟ راح نسوي مراجعة سريعة نقرأ الكلمات وبعدين تقدرون تروحون للحلقات الأولى وتراجعوهن لاحقا إن شاء الله، أوكي؟ كان عندنا الحلقة الأولى Ask somebody out, ask around, add up to something, blow up, back something up, blow something up, break down, break into, break in, break in. لها معنيين break in طبعا. بعدها أخذنا bring somebody down, call around, bring somebody up, call somebody back, call something off. أخذناها أيضا الحلقة السابقة، أخذنا call on somebody, call on somebody. أوكي، بمعنى اسأل شخص أو استفسر من شخص. حلقة اليوم أيضا عندنا call on somebody بمعناها الثاني، اوكي؟ راح ناخذه الان، اللي هي call on somebody, visit somebody, visit somebody، زيارة شخص ما او يزور شخص ما او يمر على شخص ما، هذا معنى call on somebody، معناها الثاني طبعا. معناها الثاني قريب من معناها الاول، call on somebody يسأل شخص، يستفسر من شخص او يطلب مساعدة شخص. المعنى الثاني انها هي زيارة شخص او المرور على شخص معين، اوكي؟ call on somebody، اكتبها بالكراس الان، call on somebody, call on somebody. خلنا نقرأها 5 مرات انا وانت الان. Let's begin. call on somebody, call on somebody, call on somebody, call on somebody, call on somebody. احسنت، شكرا لك انه انت قرأتها حتى تتدرب على اللفظ الصحيح. روح لبعدها. جدول الحلقة راح يكون مثال أول مثال ثاني على call on somebody وملخص الحلقة، وبعدها نسوي اختبار في 4 أسئلة سريعة. أريد منك الإجابات أسفل هذا الفيديو في التعليقات لاحقا عندما نبدأ الاختبار. مثال أول عندنا we called on you last night but you weren't home, you weren't home. لقد قمنا بزيارتك أو مررنا عليك الليلة الماضية لكن لم تكن بالمنزل، اوكي؟ يلا نقرأها 5 مرات. We called on you last night but you weren't home. اوكي، حاول انت وتقرأها الآن تكتبها في كراسك. We called on you last night but you weren't home. روح نقرأها مرة ثالثة. We called on you last night but you weren't home. نقرأها المرة الرابعة سويا أنا وأنت. We called on you last night but you weren't home. مرة الخامسة والأخيرة. We called on you last night but you weren't home. فهمنا معناها؟ لقد قمنا بزيارتك أو مررنا عليك الليلة الماضية لكن لم تكن بالمنزل. We called on you last night but you weren't home. Good. شكرا لك. نروح للمثال الثاني على call on، مصطلح call on. نقرأ الجملة هذه، استمع جيدا. She is a very admirable and excellent young woman.
said she said okay she said أو said she أيضا نقدر نقول okay and you must go and call on here call on here قالت إنها شابة رائعة وممتازة للغاية وعليك أن تذهب وتدعوها أو وتزورها وعليك أن تذهب وتزورها أو تمر عليها أوكي أو تدعوها هذه المعاني الثلاثة صحيحة She is a very admirable and excellent young woman she said she and you must go and call on here خلينا نقرأها سويا أنا وأنت الآن She is a very admirable and excellent young woman said she and you must go and call on here She is a very admirable and excellent young woman, said she, and you must go and call on her. She is a very admirable and excellent young woman, said she, and you must go and call on her. المرة الرابعة. She is a very admirable and excellent woman, said she, and you must go and call on her. المرة الأخيرة الخامسة. يلا نقرأ سويا. She is a very admirable and excellent young woman, said she and you must go and call on her you must go and call on her ركز على اللفظ الصحيح شكرا لك خلصنا المثال الثاني نروح الان الى ملخص الحلقه كان عندنا المصطلح call on somebody بعدين اخذنا المثال الاول we called on you last night but you weren't home مثال ثاني she is a very admirable And excellent young woman, said she, and you must go and call on her. شكرا لك خلصنا الملخص بإمكانك طبعا تكراره 5 مرات إذا أحببت ذلك حتى تتأكد من أن لفظك صحيح. الآن نستعد للاختبار حضر كراسك يلا. طبعا افتح صفحة جديدة اترك الصفحة الكتابة بها المعلومات لأن الآن وقت الاختبار ركز جيدا معي من الآن. واكتب الإجابات بالتعليقات وفي كراسك أيضا Fill in the following blank We You last night But you weren't شنكتب بالإجابات بالفراغات ما هي الإجابة الصحيحة على السؤال الأول اكتب الجواب أسفل هذا الفيديو بالتعليقات We You last night But you weren't في المنزل اوكي يلا نروح للسؤال الثاني السؤال الثاني يقول Translate from Arabic to English Translate from Arabic to English ترجم العربية إلى الإنجليزية مرت علينا جملة قالت إنها شابة رائعة وممتازة للغاية عليك أن تذهب وتدعوها أو تزورها أو تمر عليها شلون نقولها باللغة الإنجليزية مرت علينا اوكي اريد منك تكتب لي اياها اسفل هذا الفيديو بالتعليقات طبعا اذا واجهت صعوبه افتح الكراس اقرا الجمله مره واحده اغلق الكراس واكتبها بالتعليقات حتى تتاكد انه انت حفظت هذه الجمله ايضا نروح للسؤال الثالث read aloud اقرا بصوت مرتفع read aloud عندك هاي الجمله امامك الان اريد منك تبدا بقراءتها بصوت مرتفع الان احسنت شكرا لك على القراءه الان راح نتاكد اذا كانت قراءتك صحيحه او لا طبعا بامكانك ايضا فتح الهاتف واخذ السماعه وتسجيل صوتك اوكي حتى بعدين تقدر تقارنه بالقراءه الصحيحه اللي راح اقرا لك اياها الان She is a very admirable and excellent young woman, said she, and you must go and call on her. And you must go and call on her. تمام؟ هذه قراءتها. قارنها بقراءتك. بإمكانك دائما استخدام هذه الطريقة أنه تسجل صوتك وأنت تتكلم إنجليزي وتستمع له حتى تقدر تصحح لقراءتك بنفسك. أوكي؟ نروح للسؤال الرابع والأخير اللي أريده منك تكتب الآن بالتعليقات أسفل هذا الفيديو call on somebody call on somebody إملاء أريدك يعني تكتب طريقة الإملاء dictation الإملاء كلمة dictation
وهذا تعلمنا كلمه جديده ديكتيشن. اوكي الاملاء ديكتيشن. اريد منك تكتب call on somebody, call on somebody, call on somebody, call on somebody. اكتب لي اياها بالتعليقات. هذه الصيغه خلصنا الان السؤال الرابع وخلصنا الدرس، لكن قبل ان تروح شوف مكان اللي تلقى به المعلومات طبعا للحلقة القادمة. اضغط على سبسكرايب، فعل زر الجرس حتى توصل لك كل الدروس اول باول. المكان اللي تلقى به الكورس بالتسلسل تروح على قناة سفيرس اكاديمي، تروح على بلاي ليست كما هو مبين الان، تضغط عليها تطلع لك هذه الصفحة، تروح مباشرة على كورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة مع الاختبارات، تضغط عليه راح تطلع لك كل الدروس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة. وحتى تحصل على الحلقات القادمة أيضا اضغط على سبسكرايب and فعل زر الجرس كما هو مكان مبين عندنا هنا، سبسكرايب and فعل زر الجرس حتى يبين عندك كل الدروس بالتسلسل إن شاء الله وتوصل لك الحلقات القادمة أيضا. شكرا لك على المتابعة، لا تنسى الإعجاب لهذا الفيديو ومشاركته لجميع أصدقائك حتى تعم الفائدة. شكرا لك وألقاك على خير، إلى اللقاء.